طبعا اسمي انا احمد فهد خليفي، مصور فوتوغرافي، صار لي تقريبا 10 سنين حاليا. اتجهت الى تصوير حياة الناس اللي هو ستريت فوتوغرافي، بحكم انه يحمل معاني كثيرة. صور في الدوحة، ولكن الواحد محتاج انه يتوسع شوي ويشوف ثقافات مختلفة. فقمت اسافر من بلد لبلد، يعني رحت امريكا، رحت الصين، رحت النيبال. الحين طبعا عندنا سفرة حاليا في النيبال. انقل من كل دولة، انقل منها شيء يختلف عن اللي نشوفه احنا، وانقل منها مشاعر مختلفة، انقل منها قصص مختلفة من كل بلاد العالم. من الضروري من المصور بأنه يفكر ما وراء الصورة، يفكر شنو هو الرسالة اللي يبي يصورها، ركز على الرسالة اللي تحملها الصورة. هناك حرب وقفت علشان صورة، فركز على الصورة وفكر على الرسالة، وأتمنى لكم التوفيق.